السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة موعدنا مع شغل جديد خالص، زي ما كل يوم مفيش يوم بتشوفوا الشغل بتاع اليوم اللي قبليه، كل يوم بيجيلكوا شغل جديد خالص لأول مرة تشوفوه. وهنبتدي النهاردة بشغل كرمينة المميز الرائع القوي. الترابيزة عليها أكتر من شركة، هتتصدرها شركة كرمينا وشركة ماستر جولد النهاردة بمجموعة الشغل اللي احنا بنشتغل بيه دلوقتي. الأساور المسمار عاملة طفرة السنة دي في كل حاجة، لذلك احنا بنحاول كل يوم نطور فيها، كل يوم نجيب شكل جديد، كل يوم نجيب شكل جديد فيها زي ما انتوا شايفين كده اهو. الأساور التلاتات كمان كان عليها اقبال شديد الفتره اللي فاتت، عشان كده حاولنا نجيب منها تشكيله كبيره جدا. الاساور اللي انا واقف عليها دي دلوقتي ماستر جولد زي ما انتم شايفين، كل دي ماستر جولد، الشركه الرائعه برضو ماستر جولد وكرمينا بيحاولوا يطلعوا لنا احلى ما عندهم بصراحه يعني. وانا مقتنع جدا بالشركتين دول ان هم في الفترة الجاية هيبقوا الحصان الرابح فعلا يعني، هم الحصان الرابح مش الفترة الجاية، الان هم بيعملوا انتاج مميز جدا 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 يفوق انتاج شركات تانية اخرى كتيرة، ويعادل انتاج شركات بقالها سنين في السوق المصري، شركات ليها اسامي كبيرة، هم بقوا ينافسوا معاهم جامد جدا. زي ما انتم شايفين انا بدور على الحاجات كلها دلوقتي، وهبتدي اتكلم عن حاجه حاجه، وهبتدي من الشغل الجميل الجديد دوت اللي هو الاساور التلاتات، الاسوره دي تلاتات والاسوره دي المسمار الكارتيه، الواحده 9 جرام ل 10 جرام، يعني التلاته دول من 29 ل 30 جرام، تلات الوان زي ما انتم شايفين. الاسورة كمان ادي الناحية دي تتلبس على الناحية دي سادة، ولو قلبناها الناحية دي كمان فيها فصوص تركيب خفيف خالص اهو، دي شركة كرمينا 750 اهو زي ما انتم شايفين، فيها فصوص خفيفة خالص من ناحيتين، نقدر نقول عليهم ان هما ممكن يتلبسوا ويبقوا جمال جدا معاكي. اهي ادي الناحية التانية اهي شايفاها، وبرضه ممكن هبقى اوريها لك في الايد. دي اول حاجة في حدود ال 30 جرام، ومنها ثلاث الوان، وفي منها كمان فرداني اصفر بس اهو، دي واحدة شايفة، ممكن تاخدي اثنين او ثلاثة، بصي اهو كده دول ثلاثة، واحدة من الناحية اللي فيها فصوص، واحدة من الناحية اللي فيها سادة، وناحية من الناحية اللي فيها فصوص، وواحدة من الناحية اللي فيها سادة، تمام. الوزن بتاعهم برضو في حدود من 9 ل 10 جرام. ايه الميزه بتاع الاسوره دي عن مثيلاتها؟ الميزه بتاع الاسوره دي ان هي مبطنه من جوه، اهي شايفينها دي مبطنه من جوه كلها، ومفرغه عشان ما تبقاش تقيله، عشان لو عملنا لك مبطنه كلها كده تبقى 12 13 جرام، وفيها تركيب ناعم جدا للفصوص اهو زي ما انتم شايفين، تركيب دقيق جدا يعني، كل اللي موجود هنا اربع فصوص باينين قوي اهو واضحين، وعليهم الرجول بتاعتهم بالطريقه بتاع كرمينا الممتازه اللي بتركب بيها الحاجه. طيب شوف الاسوره حتى لو بقت واحده في الايد بقت تبقى عامله ازاي؟ دي واحده بس في الايد، شكلها شيك جدا من 9 ل 10 جرام. يبقى احنا عرفنا دلوقتي المسمار هم عاملين فيها ايه؟ وش الجبل يا جماعه كانت مختفيه، رجعت تاني اهي، تلاتات وش الجبل كانت مختفيه ورجعت تاني ليكوا اهي، شايفينها؟ تلات اساور، والاسوره هقول لكم بالظبط وزنها قد ايه. الاسوره 11 جرام ل 12 جرام، الاسوره دي من 11 ل 12 جرام، ادي التلات اساور زي ما انتم شايفينهم من 11 ل 12 جرام الاسوره، الاسوره مش كنزه ومش عريضه، وادي التلاته دول يعني في حدود من 30 من 31 ل 33 جرام حسب المقاس. وش الجبل زي ما انتم شايفين فيها شغل عالي جدا، الفص حتى شايفه عامل زي فص التوينز، راكب عليه كام رجل؟ 2 4 6، عدي الرجول بتاع الفص عدي، وبعدين شغل خرط كله وغاطس وعالي، وتحت فيه
ليزر عشان اللمعة بتاعته، وفوق فيه زي وش الجبل منحوت، واللمعة بتاعت الفصوص كمان. لا حاجة حاجة حاجة، كرمينة إبهار، كرمينة إتقان، كرمينة جودة، كرمينة خدمة ما بعد البيع. معانا كمان الأساور المسمار عملوها بطريقة تانية، راس وديل وتلات قطع أهو أهو، وتركيب فصوص ناعم جدا، وتسترد بالفصوص، ووزنها 12 جرام الواحدة. ما فيش واحدة تقول لي أنا عاوزة واحدة، لأن ده طقم بيتباع طقم. في منه وحايد أصفر؟ أه في وحايد أصفر، وأوريها لكم دلوقتي، عاملينها لكم مخصوص أهي. الفردة دي 12 جرام، التلاتة دول 36 جرام، الطقم ده 36 جرام، الطقم ده أبيض وأصفر وأحمر 36 جرام بالظبط. شايفين؟ ده 36 جرام الطقم ده. طيب. إيه تاني؟ بعد وش الجبل وبعد الطقم ال 36 جرام. معانا كمان الطقم ده أهو. شايفينه؟ سادة. بيتفتح من الجنب. أهو. والوزن بتاعه 7 8 جرام الفردة، وتخينة. بس ده طقم، يعني 24 جرام تقريبا التلاتة. بتتفتح من الجنب وما فيهاش سوستة. اهو مفصلة، شايفين المفصلة دي؟ مش سوستة، دي مفصلة اهي. اي بص الوزن هو 7 جرام 80، يعني في حدود ال 24 23 24 جرام الطقم التلاتة ده بتاع شركة كرمينة. اه في الحدود دي، في الحدود دي، اه في الحدود دي 24 جرام تقريبا. طيب ايه تاني؟ اتفضلي. دي اسويرة وش جبل برضو بطريقة تانية وتقسيم تاني خالص خالص، ووزنها اهو 12 جرام 57. يبقى دي 12 جرام 57 وش جبل اهي، شايفها؟ ودي اسويرة بيضة خالص عليها حمص ابيض من الوش للهواة الابيض، ووزنها 10 جرام كل وزنها، كل دي وزنها 10 جرام بس. اه دي 10 جرام بس. طيب الاساور النص ونص اللي انا قلتها لكم قبل كده، اللي هي نص اسويره ونص انسيال. طب انت حباها اسويره تبقى اسويره، حباها انسيال اهو انسيال اهو. طب والوزن بتاعها؟ الوزن بتاعها اهو 17 جرام ونص. الاسويره دي 17 جرام ونص بالعرض ده، ده عرضها سنتي ونص، وفي الاخر انسيال لعب كمان. اه اتفضلي. شايفه شكل الاسوره في الايد عامل ازاي؟ جميل جدا جدا جدا. ملفوفه وقلبها مبطن، وعامل لك ليها بقى حلقات عشان تطولي وتقصري، ادي 2 3 4 5 حلقات. وهنا اللعب اللي هو الزهر وقرطاس وكوره حمصه، وبالقفل بتاعها و17 جرام ونص. دي 17 جرام ونص الاسوره، النص انسيال ونص اسوره. في منها كمان المجدول ده، كأنه مجدول اهو، والمجدول ده وزنه خفيف اعتقد 16 جرام 90، يعني زي التاني. ونفس الطريقة، ادي 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 الحمص، وادي الحاجة اللي هي نازلة منها من الانسيال، والانسيال كله جنزير. وادي كمان اللوجو بتاع الشركة، بص اللوجو معمول ازاي، كرمينة 750، زي الايطالي بالظبط، وبسعر المصري، بسعر المصري وزي الايطالي اهو. كمان الشكل الجميل ده اهو، على فكره كان بقالهم فتره طويله ما نزلناش الحاجات الحلوه دي. وزنه قد ايه ده؟ ده 19 جرام، تقيل شويه، بس شوفي العرض بتاعه قد ايه، شوفي العرض بتاعه قد ايه، جميل عريض جدا يملا ايدك، وكمان غير ان هو عريض ويملا ايدك. اسوره اسوره 19 جرام تحس ان هي 40 جرام، بجد حاجه تحفه. دي اخف واحدة بيعملوها، ودي 13 جرام ستانيه كلها، صف فصوص بس بسيط يمين وشمال، ونفس الانسيال بتاعها. خلي بالك دي ممكن تتلبس على الناحيتين، يعني ممكن تلبسي الاسوارة دي تحت وده انسيال على الوش الايد، وممكن تبقى زي كده حضرتك اهو،
اتضربت من تحت كده وده يبقى انسيال. والناحيه الثانيه هنقوم ملبسينها تلبسها حضرتك كده اهي اسويره. يعني تتلبس كده وتتلبس كده اسويره او انسيال. طيب معانا منها كمان الشكل برضو الجميل دوت اللي هو شايفه الفص غطس ازاي جوه ولمم الفصوص على بعضها وفيها تعريجه ويجي هنا عامل نقش ليزر كله ناعم وهنا ستانيل ارضيه. بيحاولوا يتفننوا في الشغل. 15 جرام 77 دي 15 جرام و77 مللي. الشغل ده الاسوره دي 15 جرام و77 مللي بالجمال ده كله. عاملين منها برضو حاجه زي كده فيونكة اهي او في فيونكة كامله ومبطنه كلها وفيونكة منها فيها يعني مش حاجه ملحومه لا ده فيونكة زي الفيونكة بالظبط انها داخله ببعضها وهي يعني مش عارف بيعملوا الشغل ده ازاي. انا يعني قعدوا شرحوا لي خطوات الانتاج بتاعته وقلت لهم انا عاوز اشوفه على الطبيعه قال لي هنوريه لك يوم واحنا بنسبك على الطبيعه انا عاوز اروح اصور يوم واوري لكم الشغل بيتعمل ازاي بس انا اللي مقصر في الموضوع ده عشان تشوفوا الحاجه بتتصنع ازاي بالظبط. شايفه ودي 17 جرام و16 مللي حاجه جميله 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 فنانين فنانين فعلا. وزي ما قلت لكم هم عملوا لنا المسمار اهو اهو خفيف وتقيل رايح جاي اهو وبتتفتح هفتح لكم واحده واوريها لكم تتلبس في الايد اهو. وعارفين عاملينه كام؟ عاملينه 8 جرام وعاملينه 12 جرام اهو 8 و12 التقيله دي 12 والخفيفه دي 8 يبقى المسمار ده من 8 ل 12 جرام اللي فيها كلها فصوص دي 12 جرام والتانية دي 8 جرام وبتتفتح وسوسته خلي بالك سوسته اهي اهي هوريكي بقى دي سوسته ازاي هوريكي ازاي اسف دي مفصله مش سوسته مفصله اهي مفصله شايفاها مفصله ذهب اهي مفصله زي مفصله الباب اهي بتقفل وتفتح تقفل وتفتح وبعد ما تقفل وتفتح نيجي هنا بقى في قفلين ادي واحد اهو اسمعي التكه اسمعي اهو ادي تكه عمرها ما تطلع تاني لازم انت تدوسي على المسمار ده من فوق كده وتشدي بايديك الاتنين بايد واحده ما تفتح ونيجي تاني ادي التكه التانيه سمعتي التكتين يبقى كده عمرها ما تروح ولا تتسرق ولا تعمل حاجه حتى لو ده فك السكرتو ده بنسميه سكرتو لو السكرتو ده فك ده لا ده سوسته جامد جدا اهو عشان يتخلع لازم كده ونيجي نقفله تاني زي نسمع التكه بتاعته زي ما وريتك. طيب هخش بعد كده على الاساور الماستر الجميله دي اسوره ماستر وفي منها اطقم والاسوره دي وزنها 20 جرام بالحجم ده حجم كبير قوي و20 جرام جميله جدا 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 كلها كور كلها حمص ودي اللون البينك المطلوب قوي اليومين دول اللون البينك ده مطلوب قوي 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 اهي كلها شغل 20 جرام التسويره دي ومتينه متينه قوي. معانا بعديها بعد كده الطقم الثلاثه ده اللي هو فيرزاتشي الطقم ده نفس الشغل نفس الكلام الفرده من دول 11 جرام الطقم ده 33 34 جرام كل الطقم 33 34 جرام الطقم ده اهو من 33 ل 34 جرام كل ده معمول عليه عرض 30% على المصنعيات 30% على المصنعيات. طيب بعد كده معانا الطقم الحزام الجميل ده شايفينه الثلاثه الحزام دول معاهم الخاتم بتاعهم وهقول لك الواحد الواحده حوالي 8 جرام يعني دول 26 جرام تقريبا بالخاتم ثلاثه حزام اصفر واحمر وابيض 26 جرام بالخاتم بتاعهم. معانا من ماستر جولد كمان الاساور اللي هي المسمار اللفه اللي هي سوسته في نفس الوقت والاسوره 11 جرام الطقم ده 33 جرام الوحيد اللي عارف يعمله بالمنظر دوت وبالشغل ده شايفين شغل في كل حته التركيب الفصوص في كل حته فيه شغل جميل جدا ماستر الوحيد اللي بيعمله يا جماعه صراحه بالاتقان والروعه دي اهو يبقى
انا وريتكم دلوقتي، وانتوا ليكوا بقى تقارنوا، ادي صفراء ودي حمراء، التلاتة اهم. بتفتح كده تلبس من وش الايد تلاتة، والطقم كله حضرتك في حدود ال 33 جرام. الطقم ده، الطقم ده 33 جرام. تمام. برضو عندنا الطقم ده من ماستر اهو، التلاتة ده برضو اهو، برضو هما الوحيدين المتخصصين في الشغل ده، واول ناس نزلوه صراحة. الطقم ده برضو في حدود 30 جرام، 31 جرام كده، في الحدود دي من 30 ل 32 جرام. هوريك الطقم ده في الايد بيبقى عامل ازاي. يبقى تحفه في الايد. من 30 ل 31 جرام الطقم ده. طيب الساده خالص ده اللي هو الفان كليف اساسا، وهتلاقي مكتوب عليه فان كليف، وده ايطالي اهو كده كده ولا كده. فان كليف اهو باين قوي. والطقم دوت برضو في حدود ال 35 جرام، الثلاث قطع، الثلاث قطع دول 35 جرام. طيب الثلاث قطع دول اهو، الواحده 7 جرام، الطقم ده 21 جرام. يا جماعه ساده خالص، ده طقم ساده خالص 21 جرام الطقم ده، ده 21 جرام. معانا كمان طقم انتاج شركه لازور دي اهو، هوريه لكم برضو اهو، وده بيتوسع ويتضيق. والطقم ده برضو الواحده مش تقيل على فكره، الطقم ده الواحده 7 جرام، يعني الطقم ده 21 جرام. له هنا كده مقاس عشان يتوسع ويتضيق بيه اهو، ممكن تشبكيه في اي واحده من الثلاثه دول يتوسع ويتضيق اهو. كده بقت صغيره خالص المقاس، وكده تبقى اكبر شويه اهي. والطقم كله ده في حدود ال 21 جرام، الطقم ده 21 جرام عيار 18 ماركه لازورتي. طيب الطقم الجميل ده اهو الحمص، وده الواحده 9 جرام، الطقم ده 27 جرام تقريبا، الطقم ده 27 جرام. المسمار التلاتة الاربعة وعشرين ده، المسمار ده حضرتك الفردة 3 جرام 60، المسمار الطقم دوت حوالي 11 جرام ونص. طقم المسمار التلاتة ده 11 جرام ونص، الطقم ده 11 جرام ونص يا جماعة، ابيض واصفر واحمر مسمار. طيب معانا كمان من ماستر الطقم اللي هو المسمار ده، وده مكتوب من ورا كارتيه ومبطن بالكامل اهو زي ما انتم شايفينه، وده عباره عن سوسته في النص اهو، وده الطقم حوالي 26 جرام، الطقم ده 25 26 جرام. طيب مش هنسى طبعا الحمص اهو، التلاتات الحمص اهو. بص حضرتك الحمص حتى يعني هو محطوط بس حر، يعني ممكن يلف كده، وسمع سمع الصوت بيلف ازاي. الفردة 13 جرام حوالي 39 جرام، التلاتة دول حوالي 39 جرام تقريبا، 39 جرام التلاتة دول اهو، دول 39 جرام يا جماعة. معانا كمان الطقم ده، الطقم ده حمص سادة خالص، وده برضو بإنتاج شركة ماستر، والفردة حوالي 8 8 ونص، يعني الطقم ده 26 جرام التلات اساور دول. انا مش عاوز اطول عليكم كتير، معايا كمان الطقم الجميل ده، شايفين لمعته عامله ازاي اللي انا واقف عليه ده، وده الفرده في حدود اقول لك بالظبط الطقم ده في حدود 30 جرام التلاته دول بالخواتم، الطقم ده في حدود ال 30 جرام تقريبا. التلاتة دول مضلع كده، وده بيرجع بالفصوص،
الواحده في حدود ال 11 جرام بالخاتم بتاعها، فيها ثلاث خواتم. ممكن تسيب الخواتم وتاخدي الاسوره، يعني تاخدي ثلاث اساور، او تاخدي خاتم واحد زي ما انت عاوزه، في حدود ال 30 ل 33 جرام الطقم ده. معانا الطقم القلوب الجامد قوي ده اهو، ده كله قلوب زي ما انت شايف، ابيض واصفر واحمر برضو. انا بقى جايب التلاتات بس النهارده، في حدود ال 24 26 جرام بالخاتم بتاعه، بيقولوا لي 26 بالخواتم بتاعته. معانا العلامه دي، بس انا مش عارف هي علامه ايه اهي، وال في حدود ال 24 جرام بالثلاث خواتم تقريبا الطقم ده، 24 ل 26، 26 بيقولوا 26، دول 26 بالخواتم بتاعتهم، 26 جرام بالثلاث خواتم بتوعهم. معايا كمان الطقم اللي هو زي التنس كينز اهو، ابيض واصفر واحمر اهو زي ما انتم شايفين، ثلاث اساور دول اهو، ابيض واصفر واحمر، مسمار بس بالفصوص اهو زي ما انتم شايفينهم، وده بيرجع مسترد بالفصوص بتاعته، ماركه رويال سيلك اعتقد. وده برضو حوالي بثلاث خواتم، حوالي 22 جرام. التلات اساور بالتلات خواتم؟ اه. ممكن اسيب خاتم؟ اه. اسيب اتنين؟ اه. اخده بخاتم واحد او الخاتم اهو. التلات خواتم اهو. اه يعني هو دبله خاتم محبس يتلبس فوق الدبله مع الاسوره، ومنظر شيك جدا 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 جدا. طيب. وادي كمان تلاته اللي هو العقل اهو، وده اخف واحد، يعني الفرده 6 جرام تقريبا. 3 في 6 ب 18، والخواتم كمان 4.5، يعني في حدود 22 23 الطقم ده. من 22 جرام ل 23 جرام. ايه تاني انا ما وريتهولكوش؟ اه عندي الاساور اللي هي دي، ودي بتتباع فرداني، ابيض واصفر واحمر، انتاج شركه لازوردي، الواحده 7 جرام تقريبا. لازوردي وماستر كذا كذا شركه بتعملها. الواحدة من دي في حدود السبعة جرام يا جماعة، الأساور الإنفينيتي دي في حدود السبعة جرام الواحدة، كلها بترجع بالخصوص. الطقم الفيونكات ده برضه أهو، آخر حاجة أوريها لكم تقريبًا، أهو الطقم الفيونكات ده، والطقم ده يا جماعة الفردة منه، هقول لحضرتك الفردة منه مش عارف هقول لك، 7 جرام؟ أه 7 جرام الفردة دوت. في 3 يعني ب 21 جرام، والخواتم قولي 5 6 جرام تاني، يعني في حدود ال 26 جرام الثلاثه بالتلات خواتم. يعني الحمراء معاها خاتم، والصفراء معاها خاتم، والبيضاء معاها خاتم، ممكن تاخديهم بالخواتم، او ممكن تاخدي الخاتم الاصفر او الابيض بس زي ما انت عاوزه، او الثلاثه زي ما يعجبك. اكون كده تقريبا قلت لكم كل اللي موجود. ده اخر حاجه اهو، الطقم ده ومعاه خاتم واحد. الطقم ده برضه في حدود ال 26 جرام بالخاتم الواحد، وبيرجع بالخصوص. انا طبعا شايف ان النهارده انا طولت عليكم شويه، معلش حقكم عليا، بس شفنا كل حاجه تقريبا، يعني كل حاجه انتوا كنتوا عاوزينها احنا شفناها في الفيديو دوت، من الاساور التلاتات. الاساور التلاتات زي ما انتوا شايفين اكثر من رائعه. الاساور اللي هي بتاعت كرمينا والشجبل والمسمار وكل ده جديد جديد خالص 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 خالص، حتى النص انسير والنص اسوره اهو، كل ده احنا عدينا عليه الان واتفرجنا عليه. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، ويا رب يكون ما طولتش عليكم. طالب منكم طلب بعد اذنكم، يعني ارجوكم لو سمحتوا، اللي بيجي يشرفنا في المعرض ما يجينيش الساعه 10 وزعلان ويقول لي انا جاي من بعيد وجاي، لو سمحت احنا في شارع عمومي وعندنا مواعيد للقفل، الحكومه حددتها بقالها شهرين، الساعه 10 لازم يكون باب المعرض مقفول. فارجوكوا يا جماعه ما حدش يجي بعد 8:30 عشان يقدر يتفرج على اللي هو عاوزه وياخد طلبه، وما يزعلش مني لما اقول له معلش انا الساعه 10 لان انا ملتزم بتعليمات الدوله، انا مش شغال لوحدي كده لا، في تعليمات لازم نحترمها كلنا. الدولة قالت إن المحلات تقفل الساعة 10، يبقى الساعة 10 لازم يبقى باب المحل نازل، فحضرتك ما تجينيش الساعة 10 و10 إلا 10 تقول لي أصل أنا لسه عاوز أتفرج، طب أنا هعمل إيه؟ ما هو أنا حضرتك دلوقتي في غرامة 4000 جنيه على المحل اللي ما بيلتزمش بمواعيد، وإحنا معرض كبير بيعدوا علينا فين؟ لا أنت قاعد ليه؟ طب يعني حط نفسك مكاني، أنا لازم ألتزم، وحضرتك برضو بالتالي لازم ما تجينيش متأخر، أو حضرتك لو سمحتوا أرجوكوا 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 مفيش داعي ابدا
ان احنا نروح متاخر قوي قوي. كان زمان بنقعد ل 11 و12، دلوقتي في مواعيد. انا ما اتكلمتش على اللي بيقولوا لي على الشكل دوت، الشكل ده اللي انا واقف عليه 6 جرام الفرده، يعني الاثنين 12 جرام والخاتمين الواحد 2 جرام، يعني 4 و12 حوالي 16 جرام الخاتمين دول بالاسورتين دول تقريبا. والاساور الفرداني دي متوفر منها اشكال كتير، وادي مسمار ابيض كان في حد بيطلبني بيه. انا طولت عليكم وشاكر ليكم جدا، شاكر ليكم حسن استماعكم ليا وتقديركم لشغلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.